بس رويدة ما بصير تجي معنا هون. ليه؟ مو هذا بيتها وانا جوزها. رويدة محرمة عليك. شلون يعني محرمة علي؟ ايه نعم، رويدة مكتوب كتابها على ابن خالك صفوان. شو؟ مثل ما سمعت، رويدة لازم تروح معي هلا. رويدة! رويدة! لك هي حرمتي شلون بتجوزوها لغيري وانا لسه عايش؟ وين كنتي يا خانم؟ وين كنتي؟ لك هيك بتطلعي من بيت اهلك وبتجيبي لنا الحكي؟ اختك كانت بمكان طاهر، بيت من بيوت الله. انا وافقت على صفوان مشان يطلع رجلي من الحبس، وكنت ناوي اذبح حالي او اهرب قبل ما يتجوزني. المهم كرنتي انه رجلي يطلع من الحبس. رسولي رسولي فاجره. لا يا عمي لا، ما بيصير هالحكي، ما بيجوز. عبدو اختك اشرف من الشرف، خليها تحكي. انت مشان هيك هربتي؟ ايه، لما سالني الشيخ اذا كنت موافقه ولا لا، عبدو كان حاطط السكين على رقبتي. ولك رسولي غازي عشان ما اقدر بكفش نيعك فشها. عبدو نزل ايدك احسن ما اكسرها وحملك ياها. بيبي طول بالك الله يخليك. هلا بتروح بتجيب شيخ نزيه وبتجيب معك صفوان لهون، بيطلقها وبنكتب كتابه على وضاح. لك يا عمي بركض صفوان ما رضي. لك شلون ما يرضى يعني؟ اي والله بذبحه اذا ما رضي. شلون ما يرضى؟ اذا ما رضي انا اللي بدي اذبحه. يلا يلا شريف عم بحجوب شريف. لك خير شو جايبك لعندي؟ بيقول لي شو جايبني لعندك؟ وضاح ندور على رويدة وملاقيها ومرجعها. شو؟ رويدة رجعت؟ وين هلا؟ عنده بالبيت. شي؟ لك شلون يعني عنده بالبيت أم محجوب؟ لك المخلوقة حرمتيني أجنبية على باب ست تنكشف النوب. صفوان هنن كلمتين، يا بتروح هلا بتطلقها وبترجعها لجوزها، يا أما بتجيبها وبتجي معك لهون. لك أنا جوز عمي، لك المخلوقة حرمتيني. يعني ما بدك تطلقها؟ لا ما في شي من هاد بنوب. إيه؟ لكان خلصنا من السيرة، هلا بتحمل حالك بتروح معي بتجيبها للمخلوقة معك على البيت وفضت يا عراب. ولا لك انت لا تروح منوب، لانه اذا شافك عقد مو زعلان واخذ على خاطره ممكن يوصل. اي ما فشار، لك انا مالي خايف لا منه ولا من مية من شكله. لكن خلصنا بقى صفوان، خلصنا بقى. عم نقول لك اذا ما طلقت للمخلوقة الزلمة جاي لهون، واذا اجى لهون ما تشوفك قلة العافية. هو بتعرف والله بيني وبينك خليني اتصل الشر، روح اتخبى كم يوم بيت ابو نجيب. بس دير بالك، ها بتروح بتجيبها بتحطها عندكم بالبيت. يا ام علي ما علي ما بعرف شو بيطلع مني. ها لك رويدة ان شاء الله الف الحمد لله على السلامه. شلونك مرت اخي؟ لك ان شاء الله بيقطعوا لاخوك وبيجيبوا لك اياها شقف ونتف. ولك يخرب بيتك الله لا يوفقك، قالوا عملت لك قيمه ونازله سلم عليكي. انت ما حدا عتبان عليك تنزلي تسلمي عليها او تفرحي برجعتها. أي وبالناقص عبدو بدفع أمل لمرتك؟ لا بتقرشنا ولا بنقرشها. وما بنمر قوم نام وقلك علي بكرة الصبح خلي صفوان يطلق أو نكتب كتابك عليه. الله لا يوفقك يا صفوان، الله يغضب عليك. اي والله والله إذا ما طلقها لا اذبحه بإيدي. أخي كبارية الحارة راسه ومية سيف بدهم ياك تطلق. سيدي وأنا ما رح أطلق. يا ابو عدنان يا ابو عدنان، انا برايي تطلق، يعني مو ناقصنا مشاكل. لك انه بسوء وضاح احسن مني لحتى كلياتكم واقفين معه. لك يا اخي وضاح ما انه احسن منك وما انه واقفين معه، بس رويدة كانت حرمته على سنه الله ورسوله. ايه وهلا صارت حرمتي. انت متغير يا ابو معجوب، ها من يوم اللي اجى وضاح انت متغير خير الله. انا تغيرت؟ اعوذ بالله، شلون هيك؟ ايه سيدي ايش كان ما كنت متغير، كنت هلا رحت لعندها شحط لي اياها لهون من شعراتها. لهون؟ ايه لهون. حرمتي ولا ما لها حرمتي؟ لك معلوم حرمتك. بس وين صفوان؟ شو نسيت رجدي؟ نسيت وضاح؟ نسيت العقيد؟ لك ابوك صافف مع وضاح؟ تبلغصت القصة ها؟ ايه شو علي؟ خليها هيك وقف. صايب محجوب، بدي اتصل لعندي على المحل بمعيتها، في بدرج المكتب شنتاي بدي اياها فيها اوراق لازمين لي. ايه شو علي؟ رح استنى. وين رايح؟ مسيك هاي المفتاح. السلام عليكم. الله معك ميسرة. لك اخ اخ، انا اذا في حدا كاسر لي ظهري هو رجدي وعمايله وفصوله الناقصه. لك ابن عمي اسمع مني واعمل مثل ما قلت لك. قصدك انه جيب صفوان وخليه يدخل على رويدة؟ ايه والله ما فيها شيء ابن عمي. هو هيك وفيها مور. تعي بدي لك شغله.
يا سيدي هلا اثبتت لي انك ابن عمي عن حق وحقيقي وانك واقف بصفي بطرفي يا ابن محجوب. ولو يا عدنان ولو الدم ما بصير مي. لك نمر، لك نمر واصيل وقبضاي، لك علي الحلال هالشوارب نازلين حفل تنزيل بوشك. لا والله ما راح بنسى هالفضل لحتى تصير تحت ترابي يا ابن محجوب. وينك يا عدنان؟ هذا حقك بالشرع. لك روح الله يجبر بخاطرك. لك بعرف انا بعرف لك يا عبدو ايش كان انت حطيت اصبعتك بالقصة بدها تزبط. إيه لكان اليوم بعد المغرب انا بمرق لعندك وبظبط القصة. مشي. اخي شو قصتك سري مري اليوم؟ كشف كل شيء. شو اللي انكشف؟ صفوان ابن عمك. شو ابو صفوان؟ كتابه على اختك باطل. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، وهذا المكتوب بيثبت هالشيء. لك شو هاد المكتوب؟ هذا المكتوب بعته وضاح من 6 سنين واللي جابه سلمه لصفوان. لك اخي هات ابن الاخر. ام هالكلب الواطي صفوان بعد ما دري انه وضاح عايش كتب كتابه على اختك رويدا. يعني زواج اختك رويدة حرام؟ اي نعم هيك الشيخ نسير قال. يعني زنا؟ مثل ما عم اقول لك، بس الحمد لله اللي ما تجوزها عن حقها. لك لك اخي لك انا قديش نصحتك وحذرتك منه بس انت ما كنت تسمعني. يا باطل يا باطل يا باطل، لك يا ويلك مني يا كلب. شو صار هون؟ رشدي ويلك يا باطل. لك واحد الله لك مش بعد عبده. خير وعدنا. شو فيه؟ وينو رئيس الكركون؟ والله رئيس الكركون نايم ما بقدر فيقه. ايه سيدي انا فيقه. خير خير. شو في؟ بدهم يذبحوني. ولك بدهم يذبحوني. لك مين بده يذبحها؟ اولاد عمي. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. شو اخي ما لحقتوا؟ لا والله ما لحقتوا، بس من كل بد رح يعلى بين ايدي. خير عمي سلامتك. اخ يا ابني اخ الله. هلا هو شو كان عم يساوي هو؟ كان جاي بده يودع اخته ويسافر. ايه ايه مزبوط مزبوط، كان جاي بده يودع اخته مشان يسافر. ياسين العربايه جاهزه؟ ايه عقيد جاهزه. معناها انت وعمر بتاخذوا عمك وصفوان لعند حكيم حضركم. امرك عقيد. وانا كمان اكون معك. انا بس بدي افهم شو فوتوا لعندي عمودو؟ شو فوتوا؟ في غير لك ابني، في غير اخلو بوصى اخته هي اللي فوتته. انا ما دخلني. روح اسالي ابنك وهو بيقول لك مين فوت صفوان لهون وشلون. إلهي يا رب تكون آخرتك على يده لابني يا رب يا صفوان. والله والله إذا بيكون صاير شي على أخي صفوان لحتى أذبحكم وأشرب من دمكم. لك الله يا صفوان ماكو كلياتكم. ولك وليه؟ أنت ما رح تزوقي على حالك؟ أنا بفرجك إياه بنت الكلب. أنا بنت الكلب يا سرنة يا صادومة. وين رايحة؟ رايحة ورجاء مثل سرنة. شو هاد؟ شايف يا عبد؟ شايف أخوك كيف ضربني؟ كان بالبيت كلياتهم بيكرهوني. لا يا أبو عجاج، أنا بعرفك رجال، رجال قبضاي ومعدل. والرجال لما بيضرب بيضرب ضرب مزبوط. وفيا تنبري بتطلعي بتضبي أغراضك وبتروحي على بيت أهلك. أنت طالق. يلا اسمعوا كلياتكم، ما بدي حدا يجيب سيرة انه هالكلب الواطي كان بأوضة رويدا. عم تسمعوا شو عم قلكن؟ صفوان كان جاي يودع اخته ويسافر. واللي بدي يسمع عم تجيب هالسيرة قسما عظما لأذبح بالشبريه. طلقني طلقني يا ابو طلقني. الهي الهي يقصف عمره، الهي تبلع عيونه بالعمى. يا مو مشان الله لا تدعي عليه، مشان الله انا الحق عليه.
لا أدي عليه. ولك نحنا بيت ويلاتي هيك يعملوا فينا؟ يخلوا الناس تشمت فينا وتجيب معدلنا؟ ولك أنا أبي الله يرحمه كان يهز الحارة هز، والله يهز الحارة هز، عدنان ويلاتي يتمقطع فيني. يا مو أنت أبوكي كان دومري مو هيك؟ لك انت خرسي، انت شو دخلك؟ لك خرسي. لا تبكي يا مو، لا على بالك، بكره بيرجع مثل الحمار بيبوس رجلي لحتى يرجعك. ما بظن يا مو، ما بظن، هاي المره غير. هي بعت الحمام تبكي. يا بلالي بقتلي عم تبكي. لك يا ريتني متت قبل ما اشوف دمعتك على خدك. خلاص يا اخي خلاص، والله اللي بدك اياه بيصير. من هون ورايح اختي بدك اياه انت بيصير. المهم عندي انه انت تسامحيني. بسامحتك اخي، بسامحتك. ولك الله يرضى عليكم ولا يفرق بيناتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين ام لطفي. هي تقبرني، الله يحببكم ببعضكم إلهي يا رب. آمين يا رب. أختي من هلا بتضبي أغراضك مشان ترجعي على بيت جوزك. جوزي؟ إيه أختي، إيه جوزك وابن عمتك ابن نمر. يا مو شلون بدها تروح لبيت وضاح ولسه جوزة صفوان ما طلقها؟ يا مو كتاب صفوان على رويدة كان باطل. باطل؟ إيه تقبريني، باطل الجواز باطل. وهي انا وعمك ابو لطفي هيك ناطرني برا جايين ناخذك. صفوان؟ ليش وينه صفوان؟ عود خالي عود، هرب الواطي عود. هرب؟ ليش وين كان هو؟ اخ من صفوان وعمايله يا خالي. يلا جاي جاي. اهلا وسهلا فيك. يلا يحفظك. امشي خال، امشي معي على الاوضه وحقك علي. ايه سيدي حنقلكم السلام عليكم. لوين عمي ابو لطفي؟ عدون ضيفكم شيء؟ لك الاحق ابو نمر ضيفنا، في الحق اوصل خالتك على البيت وارجع على الجامع قبل ما يقيموا الصلاه. ايه يلا، ولا كمان رايح صلي معك بالجامع. لشو روحتك تقبرني؟ الله يوفقك، صلي هون. اي أيوة والله خالي، عود صلي هون. الله يخليكم. لا لا بدي اروح، بدي اروح على الجامع. خلص تركوه على راحته. يا رب. يلا يلا خاطركم. الله معكم. السلام عليكم. هون يا تمام الحمد لله. على بالك يا الله، الصبر مفتاح يا بواب الفرج. شهدت بذاك تجارب الإنسان. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار.